عالم بقى. تمام. وماتشين مع نفس الفرقة، الفرقة اللي بدأت بغاية السوء وأنهت بالبطولة. صحيح. بص هقول لك على حاجة، طبعا فرقة من الفرق المميزة، فرقة من الفرق اللي عندها سكواد جامد جدا جدا جدا. واعتقد اني 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 السنغال لما لعبتنا في امم افريقيا كان عليها ضغوط شديده جدا، لان برضو اسم مصر كابتن بيرهب اي حد. ليه؟ والثلاث ماتشات اللي انا ما زلت بقول رجالتنا ادوهم سواء كوت ديفوار او المغرب او الكاميرون ادوا جرس انذار للجميع ان منتخب مصر مهما كان هو قادر ان هو على المنافسه. والسنغال لما نزلت المباراه دي كانت عامله حساب كبير جدا جدا لمنتخب مصر. انا عايز اقول لك ان صلاح لما كان بيضغط على احد المدافعين اول حاجه يعملها حاجه في الاوت على طول. فكان الموضوع طبعا صعب. احنا بنستعد للسنغال لانه فرقه كويسه جدا، فرقه صعبه جدا جدا جدا، وماتشين هيكونوا في غايه الصعوبه. علشان كده انا بقول ان اللي انت خلصت منه ده كابتن لازم تبني عليه. تبني عليه بمعنى ايه؟ يعني مثلا ان اللعيبه النهارده ما تنساش ان عندها بعد اقل من شهر ونص عندها مباراتين يوصلوهم كاس العالم. نعم. بما ان انا ما قدرتش احقق لقب يبقى لازم اكون موجود في كاس العالم اللي جاي. نعم. فطبعا دي محتاجه جهد من اللعيبه اللي موجوده، محتاجه ان الجهاز الفني اللي موجود والجمعه المجموعه اللي موجوده لازم يبقى في جروب بينهم بعض. ان الجروب ده احنا بن بن بنوعي بعض طول الوقت ما احنا موجودين، يعني الجروب بتاع كاس الامم الافريقيه ده يبقى كلهم موجودين، ان دايما يبقى في تواصل بينهم وبين بعض، ان يتكلموا مع بعض، ان الجهاز الفني لازم يتكلم مع اللعيبه على الاقل العناصر اللي هو انا عارف ان انا عايزها. انا عندي 20 عنصر على الاقل النهارده. انا بمناسبه العناصر معاي. هل تتوقع ان كروش ممكن يفاجئنا بعناصر جديده ولا مستحيل؟ يعني اذا حد مش هيبقى جديد قوي، يعني هيبقوا برضه من اللي كانوا موجودين وممكن كانوا مستبعدين. يعني وليد احمد رفعت يبقى موجود مثلا، وليد اني ممكن يستعين بقفشه تاني، طارق حامد. يعني طارق حامد، وان كان طارق حامد انا يعني شايف انه راجل خلاص هو بقى عنده في الحته دي ان ممكن حمدي فتحي يقوم، ان ممكن النني يقوم فيها، ان ممكن السوليه يقوم بيها. انما طارق طبعا لعيب من اللعيبه المميزين، واعتقد ان كان ممكن يبقى وجوده مهم في بعض المباريات في امم افريقيا. انما ضم يعني حد جديد في جديد قوي اعتقد ان صعب حد يفرض نفسه.